السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة يوميات مريومة. هنا معايا الجمبري ده مقشراه وغسلاه ومجهزاه ان انا اتبله بتاع حوالي نص كيلو. ابتدي دلوقتي ومعايا الفلفل الالوان دوت احمر واصفر واخضر، والمكرونة دي اللي هعملها بالصوص الابيض مع الجمبري ده. هنا هتبل الجمبري، تتبيلة معانا هتبقى معلقة بابريكا، معلقة زعفران، وطبعا الملح وفلفل اسمر. كده خلاص حطيت عليه التوابل، هبتدي اغلفهم كلهم بالتتبيلة دي. وبعد كده هجيب الصينية دي واحط فيها زيت، وهحط فيها الجمبري، وهديهم كده تشويحة على النار، مجرد بس لون الجمبري يتغير، بس مش عايزة اكتر من كده. هو كده اللون المطلوب اللي انا عاوزاه. هبتدي انزل بالشبت او بقدونس اللي عندك يعني، والفلفل الالوان. طبعا مش هخليهم على النار كتير لاني مش عايزه الفلفل يدبل، ولا عايزه تبقى كل حاجه زي ما هي فريش. هقلب كل الكلام ده، بعدين هجيب صينيه واحط فيها الثوم المفروم. مجرد بس طلعت رائحة التوم، حطيت الجمبري اللي انا كنت عاملاه وقلبتهم، وحطيت عليهم شبت تاني برضو. بعد كده هبتدي انزل اديتهم تقليبة اهو، بعد كده انزل بالحليب او اللبن، وهحط عليهم المكرونة. المكرونة كده جاهزة، خلصت تمام. شايفين شكلها جميل ازاي؟ ما تنسونيش بقى باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. ما تنسوش قبل ما تخرجوا من الفيديو تحطولي لايك ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.